سعدنا اليوم بلقاء السيد رئيس الجمهورية. تعرفوا أنه بدينا في التحضيرات للعملية الانتخابية وبدأ المسار الانتخابي، وتعرفوا أنه هناك عمل كبير باش يكون على الميدان. اليوم الانتخابات هي مسألة السيادة ومسألة تهم الدولة ككل، وفي هذا الإطار تحدثنا مع رئيس الجمهورية على الاستعدادات للانتخابات وأيضا للاستعدادات لإجراء الانتخابات في الخارج. ونعرفوا أنه بالنسبة للخارج هناك عدة صعوبات، أكيد بتعاون كل الأطراف داخل الدولة نجم نتجاوز الصعوبات في الخارج وأيضا في الداخل. وإن شاء الله اليوم نقولوا أنه المسار الانتخابي قد انطلق، وإن شاء الله هنكونوا في الموعد في انتخاباتنا التشريعية والرئاسية لسنة 2019.